إلى أمريكا الجنوبية الآن، حيث غادر ألان روشيل لاعب فريق تشابيكوينسي وأحد الناجين من حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة العشرات من لاعبي وإداري الفريق البرازيلي. غادر أمس المستشفى في كرسي متحرك قبل أن يسير ببطء نحو سيارة قريبة بعد أسبوعين من الحادث الذي أسفر عن مقتل 71 شخصا من لاعبين وإعلاميين وطاقم الطائرة. وكان المدافع البالغ من العمر 27 عاما كان واحدا من 6 أشخاص فقط نجوا من حادث الطائرة التي سقطت في كولومبيا. عندما وصلنا لسانتا كروز دي لا سييرا في بوليفيا كنا سنستقل طائرة مستأجرة، وطلب منا كادو مدير الفريق الذي لقي مصرعه في الحادث، طلب مني أن أنتقل إلى مقدمة الطائرة. كنت أجلس أقرب إلى ذيل الطائرة، فطلب مني كادو أن أنتقل إلى المقدمة حتى يتمكن الصحفيون من الجلوس في الخلف. أتذكر أنني في ذلك الوقت لم أرغب في الانتقال، ما كنت أريد أن أنتقل. بعدها رأيت فولمان حارس المرمى الذي نجا، رأيت فولمان إذن والذي أصر على أن أجلس إلى جانبه. غادرت المقعد الخلفي وجلست جوار فولمان، هذا ما يمكنني تذكره.